طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم أبو بكر يوسف محمد أحمد، أبو بكر يوسف محمد أحمد، ممثل نازحي دائرة طرة. صحيح المعاناة اللينا أهلناه كنازحين لا من بعد معاناة، والظرف الحالي وأنتم ترون أمامكم الظرف اللي عايش به المواطن أول نازح، البعض منهم يفترشون الأرض وسابين في تحت الأشجار، لا نملك مواد الإيواء ولا مواد الغذاء ولا المياه ولا التعليم ولا الصحة. من الضروري توفير كل ما هو متاح وضروري للنازحين من مياه وصحة وتعليم وغذاء حتى نتمكن من إنقاذ أرواحنا من خطر الموت الذي يليق بهذا المجتمع النازح والخريف على الأبواب. لذا ضروري أن توفير مواد الإيواء، هذا ما تمنينا، ونسأل من الوكالات الأممية والدولية الإسراع في توصيل وإرسال المواد الضرورية المليحة لهذا النازح المتضرر، وجزاكم الله ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد احمد عبد الكريم البكر، المواطني الفاشر حي الجيل. وفعلا الحرب دي اثر فينا كثير وجرى فتره طويله، ونحن كمعماريين والله ما اخذين يعني زي سنه وحاجه، يعني قاعدين اطاله، وكونه صناعي جنب اطاله ده مشكله كبيره جدا مع الدوله ذاته مع المجتمع، وبالتالي المسؤوليات كثيره جدا. ونزحنا من الفاشر للثوره جنوب، من ثوره جنوب مشينا طويله، من طويله هو جينا روكيرو، وفعلا بعد ما جينا لقينا منطقه طبعا جديده بالنسبه علينا، مويه كثيره وجبال وبتاع، مدارس وسكننا فيه وبتاع، بعد المدارس يعني سكن طبعا هو معروف زحمه وناس كثير ومويه ومشاكل كثيره جدا، الدنيا خريف. فنتمنى من المنظمات الدوليه تساعد باسرع فرصه ممكن، وحتى الادويه ما فيهم، فنتمنى يجيبوا لنا الادويه، وبعد الدخل من المجتمع الدولي لازم يوقفوا الحرب. الله تعالى وبركاته، والله شرفتونا وسكنتونا معاكم، ونحن من الناس الفاشر اساسا، الدانات كثيره والله بصراحه، يعني في اليوم بتطلع 30 20 40 نفر، الدانات مجننه والله، وقتل الاسر كثيره، ويا هو جينا وما جينا بشيء، والله خير ملابسنا، وزي ما قال الجردل ونسكيس بكره رهن الشنا، حاجات بسيطه يعني للاهل هنا، جينا كتر خيرهم والله، ادونا مويه ورحبوا بينا وخطونا في الفصول، لكن المطر شديد، وثانيا زي ما قالوا ما قدرنا نستحمل الناس، والفصول مزدحمه شديده يعني، والله يعني بصراحه دايرين لنا بطاطين وجرادل، ودايرين لنا مفارش عشان نرد فيه ونخطوا منه اطفالنا وننقذوا باطفالنا، والله كتر خيركم وبارك الله فيكم وجزاكم الخير. اي بسم الله الرحمن الرحيم. إقبال صديق من مدينة الفاشر، وعانينا هناك مشاكل كثيرة، وجينا مدينة أو محلية ريكورو، وهنا سبحان الله الجو بارد شديد، وما جينا بغير بس ملابسنا لابسنا، وبنعاني كثير، هنا الأراضي طينية وأراضي جبلية، ما تعودنا إنه على طبيعة زي دي، وخيط عانينا كثير، وأمطار غزيرة، والفصول مليانة، يعني فصل بيكون فيه 8 7 أسرة، يعني وضع صعب شديد، ونتمنى من المنظمات المساعدة بأسرع وقت إن شاء الله. كفاية ولا تاني زين كلام. ودايرين معانا برضه كبار سن يعانون من بعض الأمراض المزمنة، في نقص في العلاج هنا، ما في علاج متوفر، يعني لو قدر الله زول مرض بس هو يكون على، ما في علاج في البلد دي سبحان الله. والاطفال الصغار برضه بيعانوا من البرد، ما عندهم ملابس برد، في ناس ما عندهم فرش ولا عندهم بطاطين ولا عندهم عفش ولا حله ولا صحن ولا كوره ولا فشاطه ولا جرد الحمام، الا الناس تستعين من بعض، تشيل من اخوانها ما بعد، بس والحته ضيقه، يعني الفصول مليانه شديد، تلقى 10 اسره 8 اسره، حته صعبه والله. نتمنى يكون في مساعدات من المنظمات باسرع وقت يا رب، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم فردوس محمد ادم، العام في روكيرو والنزول في نياله. الان نحن هنا مزعجين، ما عندنا اي حاجه، يعني تعبانين في ناحيه المطره وناحيه المعقولات والدواء واي حاجه، والشفه طبعا تعبانين جدا، لانه نحن مرقنا من الحروب، ما جبنا ولا ملابس ولا اي حاجه، بس مرقنا عشان ننزق ارواحنا ونجي نقعد في محل امن،
والعام الروكي الرعامل وقاعد بس تعبانين في نهاية الخزاء وناحية المطر البج بدقنا ما عندنا محل نخطبه ولا السخف فوقنا ما عنده أي مكان والآن محتاجين للحاجات ده ومحتاجين للعيش لأنه أهم عندهم العيش ده كمولات دونا نحن أكلنا في حتات معينة كمولات أهلنا ده ما عندهم عيش إلا حارسين في ربنا سبحانه وتعالى ينزل لنا الأمطار طبعا نزروا لو الله أدانا إنتاجنا ناكله ولو ما الله أدانا كمان نقعد نصبر في الله جابنا مين ما في دانات بقوا في رسلنا وما في سلاح وما في النزول للشفة الصغار قاعدين في مهال آمن الحمد لله ما في عوجة والله يتم لنا الناقص وطبعا كان في مساعدة ساعدونا في اسم الله اتلقوا أجر إن شاء الله طبعا شكرا لكم خطر خيركم.